طيب مبروك للفريق الاول لكره السله سيدات في النادي الاهلي اللي توج بلقب دوري المرتبط بعد ما نجح في التغلب على فريق سبورتنج بنتيجه 83-62 في اياب الدور النهائي. كان فريق المرتبط 18 سنه حقق الفوز كمان على سبورتنج بنتيجه 56-43 في مباراه الاياب بعد ان تغلب عليه في مباراه الذهاب بنتيجه 73-67، بينما خسر فريق السيدات في لقاء الذهاب بنتيجه 194 قبل ان يعود بالامس ويحقق الفوز في مباراه الاياب بنتيجه 83-62 ليحصد بالتالي الفريق هذا اللقب، ومليون مبروك.